يعاني كثيرا من السوريين من أصحاب السيارات العامة والخاصة من تعطل مضخات الوقود في سياراتهم نتيجة لخلط البنزين بالماء. بحسب صحيفة تشرين الموالية للنظام، فإن ضعاف النفوس من أصحاب محطات الوقود يفعلون ذلك بغية الحصول على مكاسب وأرباح أكبر على حد قولها. لنعرف أكثر عن هالموضوع معنا عبر سكايب الصحفي مجد رسلان. مساء الخير أستاذ مجد. مساء الخير. مساء الخير أستاذ مجد، حضرتك عندك تجربة شخصية بهالموضوع، لو تحكي لنا أكثر شو صار. يعني بداية ما حدث معي يمكن اعتبارني أنا عينة بحد ذاتي على شريحة واسعة من السائقين. هذا الخلل بدأ منذ تموز الماضي عندما أصدرت وزارة النفط قراراً بتلوين البنزين السوري باللون البنفسجي بهدف تمييزه عن بنزين الدول المجاورة. بحسب التصريحات الرسمية، هذه الخطوة أتت لمنع تهريبه هذا اللون، وبالرغم من تحذير الصناعيين وأصحاب المحلات، يعني ما يعرف باسم الميكانيكية باللغة العامية أو باللهجة العامية، بأن هذه المواد التي تم إضافتها إلى البنزين يمكن أن تحدث الكثير من الأضرار بمحرك السيارة، لأنه لكن هذا التحذير من قبل الصناعيين لم يلقى أي آذان صاغية من قبل الجهات الرسمية. الخطوة الثانية التي زادت الطين يعني زادت الأمر سوءا هي كانت عند رفع سعر البنزين وتطبيق نظام البطاقة الذكية ورفع الدعم عن البنزين جزئيا. أصبح البنزين بوضع سيء جدا من ناحيته كمادة، مما أدى إلى العديد من الأعطال في السيارة، بداية من أعطال المضخة مثل ما ذكرتم إلى أعطال المحرك وأخيرا إلى انفجار خزان الوقود. يعني أستاذ مجد، المشكلة الحقيقية في البنزين هو تلوين البنزين بالمادة البنفسجية أم خلطه بالمياه أم سوء البنزين بحد ذاته؟ يعني مادة البنزين سيئة عم تكون وعم تؤدي إلى ضرر بالمحركات. البنزين السوري بدأت تسوء حالته منذ تموز الماضي عندما تمت إضافة هذه المواد الملونة له، ومن ثم بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية يتم خلط هذا البنزين بمواد هي ليست مثل ما ذكرت صحيفة تشرين أن هذه هي مواد قالوا مياه يعني نعم هي أكثر من ذلك، هي مواد كيميائية يتم إضافتها في ساتكوب وتوزيع على باقي الكازيات، ولكن التصريحات الرسمية تريد أن تخلي مسؤوليتها من هذا الحدث وتلقي اللوم على مثل ما دائما تتكلم عن صغار النفوس أو على أصحاب الكازيات. يعني عفوا مجد، لو تخبرنا بس أنه ما في رقابة، ما في أشياء دورية عم تصير متابعة، ليش تفاقمت يعني الأزمة لوصلت لهون؟ يعني الغائب الأبرز هو دور الرقابة، دور الرقابة دائما مختفي عن هذا المشهد رغم انتشار الأعطال بشكل كثيف. لا تزال وزارة النفط تنكر هذه الحوادث، تعتبر أن هذه هي ليست ظاهرة وهي ليست موجودة وتلقي اللوم على أصحاب الكازيات. نحن نعلم أن الكازيات منتشرة في دمشق وجميعنا يعلم أسماءها وأين تقع. لا يوجد رقابة لا على جودة الوقود، وهنالك أيضا غش في العدادات حيث يتم تعبئة صفيحة البنزين في العديد من الكازيات التي مفروض أن تكون سعة صفيحة البنزين 20 لتر تعبأ ب 16 لتر أو 17 لتر، أي أن هنالك سرقة 4 أو 3 لترات بكل صفيحة، ودائما لا جواب لمن تنادي، وأنا أقصد هنا الأجهزة الرسمية. يعني المشكلة عم تكمن في جميع الكازيات، إن كانت كازيات تابعة للدولة أو كازيات خاصة. النوعية في جميع الكازيات. البنزين الذي يوزع في سوريا من مصدر واحد وهو شركة ساتكوب، أي الشركة العامة للمحروقات. هذه الأضرار التي شاهدناها تتوزع على كافة الجغرافيا السورية، ونتكلم هنا عن المناطق التي تسيطر عليها النظام أو الحكومة، حيث يجمع أصحاب الاختصاص أنه يتم إضافة إليه مثل ما ذكرت مواد كيميائية لزيادة الحجم،
وبالتجربة إذا سكبنا لتر من البنزين في عبوة من فئة الليتر وضعناها في الثلاجة، علميا يجب أن يزداد حجم هذا البنزين لأن السوائل تتجمد، عندما تتجمد يزداد حجمها، ولكن البنزين الموجود هنا تتفاعل، يتفاعل في درجة حرارة منخفضة وتخرج غازات، فنرى أن الليتر أصبح 3/4 الليتر وربما نصف الليتر، وهذا دليل على أن الوقود يتم إضافة إليه مواد لا يتم التصريح عنها رسميا. بدنا نشكرك صحفي مجد رسلان، شكرا لك. شكرا لك.